نرجع للداشبورد تاني عشان نشوف النقطة اللي بعديها اللي هي الهات أو اللي هي الهاند أوفر أسسمنت تول. نعمل نيو، نختار هات هاند أوفر أسسمنت تول اللي هي ده عبارة عن شنو؟ دي is an assessment tool quiz to judge your ability to give efficient and safe handover of patients. اللي هو دي الحاجة اللي بنعملها في المستشفى 3 مرات في اليوم تقريبا: morning handover وال afternoon handover وال night handover. ف أو اتنين من الثلاثة ديل عادة بيكون محضور بالكونسلتنس اللي هو المورنينج عادة، والتاني اللي هو بيتعمل حوالي الساعة 4:30 تاني بيكون محضورات بالكونسلتنس. حق بالليل ده عادة انلايك لانه يكون محضور بالكونسلتنس، لكن في بعض المستشفيات بيحضروا الكونسلتنس، ما في كل المستشفيات. مطلوب منك في الهات انك تعمل اتليست 1 هات في ليفل 1 وتعمل 2 هاتس في ليفل 2، وليفل 3 هو عبارة عن اوبشنال. عادة بيكون كونسلتنت هو اللي بيعمل لك الاسسمنت للهاند اوفر بتاعك، لانه عادة الكونسلتنت هم اللي بياخدوا الهاند اوفر. التشيك تماما بيكون ليش من الحاجات الاساسية بتاعت الهاند اوفر اللي هي الاس بار تكنيك، سيفتي بتاعتك توريهم الال بيشنس منو، اذا في كيس بتاع سيف جاردنج، في ديفيكالت فاميلي في اللامبر، في مشاكل بتاعت ستافينج اند بيد ايشوز كويس. دي كلها you have to mention it في البداية قبل ما تدخل في التفاصيل بتاعت ال patients وال details حقتهم. ما في داعي تدخل في details بتاعت ال patients ما لم تكن necessary، يعني إذا في طريقة تكون concise وتلتزم بال S-bar technique بيكون ممتاز جدا جدا. ال hat يستحسن إنك تكلم ال consultant قبل ما تبدأ ال handover إنه يا أخي أنا عايزك تعمل لي hat assessment، عشان هو لما يدخل يكون عارف انه بيعمل لك تيكينج لشنو. بعد ما ينتهي الهاند اوفر بيقول لك يا اخي انت عملت كده عملت كده، كان المفروض تعمل كده وعملت كده، او دي حاجه كويسه عملتها دي ولا. بعد كده بترسل له التيكت وبيعمل لك بيعبي عليك وبترجع عليك. نفس الحكايه برضه تختار التاريخ بتاعك و بتعمل التاجينج بتاعك للكريكولم على حسب الحاجه اللي انت شايفها كويس. نفس السؤال are you intending to link to more than two، تعمل reflection تختار الشخصية اللي انت عايزها تعمل لها sending كويس. بيظهر لك في التايم لاين بتاعك.